السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد على قناة سعاد تيفي. كنرحب بالجميع وكنرحب بالبنات اللي انضموا للقناة جداد. كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا، راكم نورتوا القناة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم هاد الحريشة اللي سهلة وبسيطة، يمكن يحضروها الكبار وحتى البنيات الصغار، علاش لا، من قوة ما هي سهلة. كنتمنى تعجبكم بزاف وتقبلوا على هذا الفيديو، لانه اول فيديو غادي نهضر مباشره مع التصوير وانا كنخدم معاكم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وكنعاود نرحب بكم ونرحب بجميع البنات اللي انضموا للقناه. راكم خواتاتي وكنشارك معاكم كل شيء على طبيعتي. المهم ان شاء الله ندوزوا الطريقه ديال الحرشه، وعلى بركه الله. غير ديال السميده ديال الحرشه. الا ما كانش عندكم هذا الكاس، بامكانكم تخدموا بهذا الكاس هذا، غديروا كاس ونص. المهم هو نتمنى القياس يكون واضح، ضروري ما ندوزو هكا. كذلك كاس اخر ديال السميده، انا عندو جوج كيسان، حتى هو يا هكا نغربلو شويه. من بعد ما غربلنا هذيك السميده غادي نضيف شويه ديال الملحه اللي غتكفيني لهاد الحرشه، شويه السكر اختياري. غادي نخلط ندمجهم مزيان مع السميده. من بعد غادي نضيف واحد المعلقه، بالنسبه هذه فيها 20 غرام، اذا كانت عندكم ديال 6 غرام هذيك الحمراء استعملوا كذلك معلقه. المهم انا غنعطيكم القياس بالمعلقه باش يكون مضبوط. المهم هانتوما البنات، وندمجوهم جيدا. دابا غادي نضيف الزيت. اللي كتبغي تستعمل الزيت البلديه، ماشي مشكل، اولا الزبده. انا هنا استعملت الزيت الروميه. المهم تبسبسوها مزيان هكايا داك السميده مع الزيت مع باقي المكونات. صافي، من بعد ما نخلطها كاملين غادي نجيب واحد السلافه، غادي ندير فيها واحد البيضه، غادي نخلط هاد البيضه جيدا. كل ما تخدمت هاد البيض مزيان غتحصل على النتيجه احسن. ثم كنضيفو كاس ديال الحليب، نفس الكاس اللي عبرنا به السميده. بالنسبه اذا كان هذا الكاس، انا غادي نوريكم، يعني كاس ما عامرش. غادي نضيفه على البيضه ديالنا، غادي نخلطو مزيان. من بعد ما كنخلطوه مزيان كنحطوه على جنب، كنجيبو الاناء ديالنا اللي فيه السميده، كنزيد هكايا نخلطو شويه مزيان مع بعضو. وغادي نضيف هاد البيض والحليب على هاد الحريشه، على هاد المكونات ديال الحرشه. المهم غادي نخلطو مزيان. بالنسبه لهاد الحريشات، اذا عندكم شي بنيتات هكا ماشي مشكل، عطيوهم يصاوبوها. انا بديت كنصاوب، انا كنقرا في الخامس ابتدائي، علمتها لي الاخت ديالي الله يجازيها بخير،
يعني ناجحه وكتصدق 100%. ومع هاد المقاسات اللي عطيتكم وهاد المقادير مضبوطه، ما تخافوش منها، غير جربوها. وليداتكم حتى هما يا بنيتات هكا يتشجعوا يجربوا بحال هاد الشهيوات هكا اللي ساهل. من بعد كندهنوها بالزبده ولا بالزيت اللي كان، وكندهنوها مزيان من الجوانب، وكنحطوها على نار مهيله تدفى، عاد غادي نكبوا فيها الخليط. بالنسبه للبنات، القياس ديال المقله اللي كنستعمل، هاد المقله فيها 21. اللي ما عندوش هذا وبغى يعبر ياخذ القياس، ياخذ مسطره حتى هي 20 سنتيم نفس القياس. كنتمنى نكون وضحت لكم المقاس ديال المقله باش تجيكم الحرشه هي هذيك، يعني نفس المقادير مع نفس القياس ديال المقله. مهم البنات، كنكبوا الخليط ديالنا في المقله، المقلة على النار ماشي مشكل. من بعد ما ساويتها البنات، كندوزو هكا من الجوانب، وكندوزو هكا يا بسطاتيلة، من بعد البنات ما طابت كندوزو نشوفوها من التحت واش حمرت ولا لا. انا كتبان لي الحرشه ديالي حامره كي كتشوفوا، ما لاصقاش. وغادي نجيب واحد الصينيه وغادي ندير بهذا الشكل. جيبوا الشيته باش ملي تعاودوا تاكدوا بلي ما غاديش تلصق، كندوزوا وكنقلبوا المقلاه ديالنا بهذا الشكل. عفوا على الحرشه هك، ماشي مشكل. واخا ما تكونش محمره بزاف داك الساع، نزيدو نحمروها شويه على الوجه. المهم ما تحرقش ويبقى اللون ديالها هكا ذهبي. المهم انا نقدها مزيان، انا نقدها البنات مزيان، كتجي هشيشه. ها هي دابه وراطبه وهشيشه، وفي نفس الوقت بحال شي كيك. المهم البنات، وهي كطيب شوفوا ما شاء الله. المهم كنتمنى الصوره نكون كنوصلها لكم. المهم ها هي كتنفخ. المهم هاد المقادير مضبوطه، الحريشه ديالكم لضيوف الغفله هكا تكونوا مزروبين، صراحه كتجي فنه ورائعه. جربوها ما غاديش تندموا عليها، ومازال غتشوفوا الشكل النهائي وغتشوفوها من الداخل، ونتمنى تعجبكم. من بعد البنات ما كنحسوا بها حمرت من التحت هكا، كنقلب عاود الصينيه ديالي كيكون هذا هو اللوين ديالها. غادي نجيب الكبسه اللي غادي نقدم فيه الحريشه، ما تخافوش منها، حطوها بشويه وندوزو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالها، ونتمنى تعجبكم. المهم البنات انا نقسمها معاكم. هي مازال سخونة، البنات كيكون هو هذا الشكل ديالها من الداخل، كتجي هشيشة زوينة، اللون ديالها زوين. في 10 دقائق كتكون واجدة، تحضروها لضيوف الغفلة كما قلت قبل، في هكايا الفطور الكوتي. المهم نتمنى تجربوها، وإذا بإمكانكم تصيفطوا لي التطبيقات ديال الوصفات فمرحبا بكم، على الانستغرام ديالي سعاد.تيفي، الفيسبوك ديالي سعاد القصري، واللي بغى الواتساب ولا يتواصل معايا فمرحبا به، لأن هذه قناتي وقناتكم وبيكم غادي تكبر. نتمنى إذا عجبكم هذا الفيديو كذلك تبارطاجيوه مع الأصدقاء والأحباب ديالكم. كنكون مشكورة لكم على المشاهدة ديال الفيديوهات، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.